سمير منير الخطير، شهير منير الخطير، بهير منير الخطير. قلتولي بقى ان انتوا مولودين في نفس اليوم، يعني توأم. بسم الله ما شاء الله، صدقوا ان انتوا شكل بعض تماما. فوله وانقسمت ثلاث انصاص. ثلاث انصاص ايه يا دكتور؟ احنا فعلا اخوات بس مش توأم. مش اخوات وفي نفس اليوم؟ ما هي دي يا ابني اللي بيسموها توأم. ايوه صح، على فكره الراجل ده عنده حق. اخرس. ايوه يا دكتور احنا توأم. بص يا دكتور، انسى ان احنا الثلاثه يبقى مع بعض في مشروع واحد. انسى. طب انا احكي لكم بقى قصه كفاحي. المشروع ده انا ابتديت فيه يجي اكتر من 30 سنه ولسه مخلصه امبارح. ده ليه؟ عشان المشروع ده هيدخلني العالميه. يا دكتور مش هتقعد تحكي لنا قصه حياتك. حياتي؟ طب اسمع يا حياتي انت وهو. المشروع هيتعمل وانا اللي هشرف عليه بنفسي. يخرب بيت قرفك، انت سايب المشروع اللي حطوك فيه مع اولاد شهيرة وبهيرة وقاعد تتفرج على السقة بتاعك ده؟ ما هو كله منك. حد قال لك تتجوزي نطع زي ده؟ نطع صحيح اللي خلف ما ماتش. انت الطولي ابنك ليه اربع افلام في السينما. اربع افلام بقفاك يا روح امك. لا يا رب، لا يا رب، عملت فيها كده ليه؟ ما خلقتنيش اخو الاستاذ ولا حتى الحصان بتاعه. طب ولما هو حبيبك قوي كده ما تخليه يكلم لك حد ينقلك مع مجموعه تانية في المشروع بتاعك. وانا ليه هنا اكلمه بعد اللي كتبتيه عنه؟ احمدي ربنا ان الاستاذ بيعمل لي اعتبار ده التليفون يجرجرك من قفاكي ويقفل لك الجورنال الاصفر اللي انت شغاله فيه ده. ايه يجرجرني؟ يقدر؟ المفروض واحد زيك يفتخر بامه اللي فضلت محافظه على نفسها عشانك وعشان جمهورها. انا كان زماني اكبر نجمه في مصر. يا سلام. سلامين ثلاثه. انا كان معروض عليا بطوله افلام كبيره، اميره حبي انا، الناصر صلاح الدين، عنتره بن شداد، حب وكبرياء. انا اللي كنت بقول لا. عمري ما رضيت امشي مع مخرج ولا اصاحب منتج ولا ارافق ممثل ولا اعبر حتى ريجيسير. انا اللي كنت بقول لا. انا ياما اتبهدلت اتمرمطت عشان اجيب لك اللقمه، عشان اكبرك وعلمك وخليك بني ادم. سامحيني يا ام، انا من ساعه ما لبست المشروع ده وانا مش عارف بعمل ايه ولا بقول ايه. بس الحاجه الوحيده اللي انا اعرفها ان عمري ما هلاقي ام زيك. ايدك ابوسها يا ست الكل. مفيش حد قاعد ليه يا ام؟ البنت عفاف راحت تقابل خطيبها، وميرفت صاحبها النهارده عيد ميلاده فرحت عشان تجيب له هديه صغننه كده. عقبالك يا حبيبي. يا ربي على الموال. يا ماما انا مش بتاع جواز. يا شيري حبيبي انا نفسي اشوفك عايش احلى قصه حب رومانسيه مع واحده تكتب لك شعر وانت كمان تكتب لها شعر. يا ماما انا ممكن اكتب شعر ماشي، اصاحب اوكي، بس مش ممكن اتجوز. انت متخيله شهير منير لو اتجوز في كام بنت في الجامعه هتنتحر؟ بيتهيألي الجامعه هيبقى فيها الولاد بس. وبعدين يا ماما والنبي فكك مني وركزي في شغلك. ده راجل ده يا ماما ولا ست؟ يا واد ما تستعبطش، دي طنطك دولت. اه صح، ازي حضرتك يا طنط؟ اهلا يا حبيبي. ايه التخن ده؟ دي معجزه انك قادر تتحرك. لا هي المعجزه يا طنط ان حضرتك اصلا لسه عايشه لغايه دلوقتي. وبعدين كفايه شد بقى، ده انت عينيكي بقت في قفاكي. يا واد عيب كده، ايه اللي حصل لك النهارده خلاك اتقلبت بالشكل ده؟ لبست مشروع التخرج مع سمير وبهير اخواتي. اياك اسمعك تقول اخواتي دي تاني. حاضر يا ماما. ماما انا لبست مشروع التخرج مع سمير وبهير ولاد خالتي. وهتعمل ايه يا ظريف؟ مش هعمله طبعا. مش هتعمله؟ انت عايز ولاد سميرة وبهيرة ينجحوا وابني انا ابن شهيرة يسقط؟ لا ما تخافيش مش هينجحوا. بهير بيه، الهانم لو خدت خبر ان انا سبتك تسوق العربية هتقطع عيش. وحياة ديني يا عبد الصمد، لو جبت لمامي سيرة اني سقت العربية لخليها ترفدك وتشتري لنا سواق جديد. لا لا خلاص مش هقول لها. حبيبي يا ايوه ايوه يا سميره،
ايوه بالظبط، انا سرقت الحصان، سرقت حصان عم اشرف بتاع الخضار اللي بيقف تحت البيت. اتنرفزتي؟ انا ارفزك اكتر بقى، وهسرقه كل يوم يا سميره لحد ما تبيعي العربيه وتجيبي لي حصان اروح بيه الجامعه زي الاستاذ. يلا سلام، ما تصدعينيش. ركن لي ده. ما تروحوش ها؟ استنوني تحت. سمير مش عايزك تزعل مني لما قلت لك كلب السقا كومبارس. لا يا معلم، كلب السقا دي عادي، كومبارس دي هي اللي ضايقتني، ما تقولهاش تاني يا شاير. حاضر. عالي قوي السقا بيموت فيا، انا دراعه اليمين لعلمك يا راجل، بعرف اعمل كل حركاته، بنط من قطوره وبركب خيل وبتخانق مع اسوده وبخش في النار وبعمل كل حاجه. ايه ده؟ دي الوحيده اللي ما بعرفش اعملها، جبتها ازاي دي؟ لا دي صعب عليك قوي يا سمير. قول لي وانا هستوعب، انا لسه كنت بتدرب عليها. بعدين يا سمير لما نخلص من المصيبه اللي احنا فيها دي. سواجه معانا ولا ايه؟ لا شوفوا بقى عشان نبقى متفقين من الاول، انا في المشروع ده فلوس بس، يعني من الاخر تقدروا تعتبروني المنتج. ماشي يا عم السبكي. بقول لكم ايه، انا شايف ان احنا التلاته ابيض من بعض، تعالوا نعمل مشروع معقد ما يتفهمش منه اي حاجه، فالدكتور يضطر ينجحنا. صح، او يضطر يسقطنا. صح. ايه رايكم ان احنا نفاجئه ونقدم له المشروع اللي هو عمله في 30 سنه في 4 ايام؟ دي فكره جميله جدا طبعا يعني، بس مش شايف ان 4 ايام ده كتير يا معلم؟ تهبل يا ابني، عايز تعمل مشروع دكتور عمله في 30 سنه في 4 ايام؟ ايه احمد زهير يا ابني، ما احنا مش هنقدمه هو هو، احنا هنسرق المشروع ونغير فيه شويه حاجات كده ونلعب فيه ونقدمه له على انه المشروع بتاعنا. هو لما هيلاقي ان المشروع اللي احنا عاملينه شبه المشروع بتاعه 100% هيحترمنا وهينجحنا او هيكشفنا ويشلحنا. اسمعوا كلامي، الموضوع يستاهل ناخد الريسك. ناخد الريسك تاخده يا شهير.